أخبار ومنوعات اليوم. أول خبر أيضا تدريب المكفوفين على صيد الأسماك بجيزان. أخيرا نظمت جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جيزان دورة تدريبية لتعليم صيد الأسماك بطريقة الكاستنج للمكفوفين تحت شعار أنا أقدر. الدورة تهدف لاستثمار الموروث البحري بجيزان وأيضا المحافظة على التراث وتعليمه للمكفوفين ليصبح إما هواية أو مصدر رزق لهم. شكرا لكم فعلا شكرا لجمعية الثريا الخيرية على مثل هذه الدورات اللي نظمتها في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدا المكفوفين. فعلا شيء جميل، أما بالنهاية ممكن يصبح لهم مصدر دخل ورزق يعتمدوا عليه، أو ممكن أيضا يكون في نفس الوقت تنفيس عن طاقاتهم وممكن يصير هواية. إلى خبر آخر، فنانة تبدع وتصنع أشهر الشخصيات السينمائية وتبهر العالم باستخدام الورق. كل يوم فقرة الأخبار نتعلم فن جديد، ولكن تخيلوا باستخدام الورق قدرت أنها تصنع شخصيات سينمائية، وهي فنانة إيطالية تدعى إليزابيث. تملك قدرات هائلة في تحويل الأوراق إلى شخصيات سينمائية رائعة ومليئة بالحياة، وأبهرت الكثير بدقتها وجمالها. الرسامة الإيطالية تمكنت من صنع أشهر شخصيات السينما بدقة عالية جدا وجودة كمان بنفس الوقت جدا عالية. أهم شيء شوفوا الشخصيات الجميلة تحبوها، هذا كله مصنوع بالورق. فعلا كل مرة نكتشف فنون جميلة وعالم الفنون بشكل واسع كبير وما له حدود، وتحديدا الإبداع والابتكار في هذا العالم ما له حدود أبدا. إلى خبر آخر، هذا الخبر تخيلوا دراسة جديدة اكتشفت أنكم تقدروا تتعلموا لغة أجنبية جديدة أثناء النوم، يعني وأنتم نايمين وفاقدين الوعي تماما ممكن تتعلموا لغة أجنبية بدقة عالية أيضا، يعني وتتقنوا هذه اللغة. وتوصل فريق من العلماء إلى أدلة تشير لإمكانية تحسين المفردات اللغوية وتعلم لغة أجنبية جديدة أثناء النوم. وأيضا وجد العلماء أن النوم يسهم في تحسين ودمج تخزين الكلمات والمعلومات في المخ مما يسهل تذكرها أثناء اليقظة. يعني كل اللي عليكم إذا ناويين أنكم تتعلموا أو تجربوا، ترى بالنهاية دراسة، تحطوا مسجل جنبكم تشغلوا أي لغة أجنبية ممكن أنتم حابين أنكم تتعلموها، يعني الكلمة مثلا المفردات اللغوية الكلمة ومعناها بالعربي، أو الكلمة يعني تشتغلوا أو تشغلوا كل أي لغة ممكن أنتم تكونوا حابين أنكم تتعلموها وتجربوا. هل ممكن لما تصحوا تتذكروا هذه الكلمات بشكل صحيح أو لا؟ أنا ما حجرب، أنتوا جربوا وقولوا لي إيش ممكن تستفيدوا. إلى خبر آخر، وطفل ينقذ ديك من براثن أفعى. يعني صراحة تناقل متابعون مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو بشكل مثير للدهشة. الطفل شوفوا كيف بكل حرص وشجاعة في نفس الوقت بيحاول أن يبعد الديك من الأفعى الضخمة، يعني خلاص صار الديك في قبضة هذه الأفعى. واضح أنها بلدة أسيوية مع أنه في ديك وأفعى موجودين في الشارع، ما احنا متعودين على هذه الأمور. فبيحاول هذا الفتى الطفل اللي نفسي فعلا أعرف عمره، يملك الكثير والكبير يعني من الشجاعة، أنه بيحاول بأقصى جهد يفك الديك ويخلص الديك من براثن الأفعى. الجزء الأخير يعني صراحة شيء جدا جميل ممكن نشوفه وغريب في نفس الوقت، لكن بالنهاية تتوقعوا راح يفكها ولا لا؟ إيش تتوقعوا شباب؟ حيفكها؟ بالنهاية فكها؟ شفتوا الفيديو؟ بالنهاية أكيد حيتمكن هذا الفتى من إطلاق سراح الديك من الأفعى الشريرة الكبيرة. وشوفوا كيف ما شاء الله سبحان الله، فعلا هذا اللي نقدر نقول، تعلموا الشجاعة من الأطفال الصغار، يعني والله شيء جدا جميل. ومكملين معاكم، هذه كانت آخر أخبارنا لليوم.